اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله معانا النهارده الدرس ال11. بالنسبه شباب للجراماتيك، او عشان تعرفوا يعني النظام، احنا هنقسم الجراماتيك على حلقتين. النهارده اول حلقه، الحلقه الجايه هنكمل الحروف الجر المكانيه، وان شاء الله احاول الحلقه اللي بعديها تكون على المواقف، وبعد كده هنحل على الجراماتيك كله. بعد كده هناخد اختبار الليكسون، ده يعني كل اللي هناخده تقريبا اسبوع ونص، بالكتير اسبوعين، وهنكون مخلصين الدرس دوت. تمام، نيجي اول حاجه لوسائل المواصلات، ودي لازم تتحفظ، لازم تتحفظ. اول حاجه دير تسوك، دير تسوك معناها القطار، دير تسوك القطار. تمام، ودير بوس اللي هو الاتوبيس، دير بوس الاتوبيس. اللي بعد كده معناها الشاحنه، دير ليكيفا، ليكيفا معناها شاحنه. بص الثلاثه دول كده خلينا نجمعهم مع بعض، اداتهم ايه؟ اداتهم دير. تمام، وهنعرف مين المؤنث، وبعد كده الباقي محايد. عشان ايه؟ عشان الدنيا تجمع مع بعضها. طيب تعالى ناخد المحايد، وعلى فكره هو بتكرار هيثبتوا في دماغك يعني ما تقلقش. طيب داس فاغات، داس فاغات، وداس تاكسي، داس تاكسي، داس اوتو، داس اوتو، داس شيف، داس شيف اللي هو المركب الكبير اللي هي الباخره يعني، داس بوت اللي هو عباره عن القارب الصغير. تمام، وبعد كده داز متوغاد، داز متوغاد، وداز فلوك تسوك، داز فلوك تسوك دي معناها الطائرة. تمام يا شباب، تمام. ومال ايه الباقي ده؟ هنشرحهم كمان شوية. يبقى نيجي كده للداز تاني. عندي اول حاجة في الداز، عندي داز فاغات، داز فاغات، بعد كده داز تاكسي، داز تاكسي، داز اوتو، داز شيف، داز بوت، داز متوغاد، داز متوغاد، داز فلوك تسوك، داز فلوك تسوك. تمام، اللي هي عبارة عن الطائرة. طيب كده احنا خلصنا الداز، وكده احنا خلصنا الدير، عرفنا ان الدير 3، وعرفنا كمان ان الداز 7. تمام، قلنا نيجي بعد كده للدي، دي اوبان، دي اوبان اللي هو عباره عن المترو، دي اوبان. تمام، دي اشتغاسن بان، اشتغاسن بان ده مش هتعرفه لانه مش موجود في مصر اساسا. ده عباره عن حاجه زي القطار كده، او نقدر نقول عليها اتوبيس بس كبير، اتوبيس كبير قوي كده، او بتشبه اكتر القطار يا شباب، قطار ولكن زي الاتوبيس الكبير كده بيمشي في الارض. تمام، يا رب تكونوا وصلت. اسمه ايه؟ الشغاسن بان، الشغاسن بان، وجاي اصلا من هنا، جاي اللي هي زي المترو، ولكن مترو بتاع الايه؟ مترو بتاع الطريق. تمام، تمام، اللي هو مترو بيمشي على الارض يعني. طيب دي مترو، دي مترو اللي هو المترو بقى العادي. تمام، دي مترو. بعد كده عندك دي ماشيني، دي ماشيني، ماشين هنا معناها الآلة. عندك بعد كده لوفت هانسي، لوفت هانسي أشبه أكتر بالطيارة الخاصة يعني وكده، إيجيبت إير طبعا ديت اللي هي بتاعت إيه؟ ليها خاصة بمصر يعني. تمام؟ يبقى تاني كده نجيب الدي مع بعضه، طبعا الدي سهلين جدا، عندنا دي أوبان، دي أوبان، دي اشتغاسن بان، دي اشتغاسن بان، دي مترو، دي مترو. عندك بعد كده دي ماشيني، دي ماشيني، وبعد كده دي لوفت هانسي، دي لوفت هانسي. تمام يا شباب، تمام، حاول بقى كده تجمعهم كلهم مع بعض تاني. تمام، ويلا بينا كده نبدأ نحل. اول حاجة معايا يا شباب لازم تكون عارف حاجة اسمها الداتيف، الداتيف اللي هي الجر، اكيد انت عارفها واكيد اخدناها قبل كده. تمام، اخدنا حالة الاك، واخدنا الحالة العادية، واخدنا حالة الداتيف، شرحناهم كلهم في حلقة بحالها. تمام، في حلقة الاساسيات بتاعت اولى وتانية. طيب يا شباب بالنسبة للداتيف نراجع عليه كده بسرعة الناس اللي اخدته. عندك دير تحول الى دم، داس تحول الى دم، دي تحول الى دير، دي تحول الى دم. تمام، دي طبعا دي بتاعت البرولر اللي هو الجمع، ودي بتاعت المؤنث. تمام، عندك بعد كده مت. طيب خلينا نبدا من هنا الاول. دلوقتي احنا لسه واخدين طبعا الايه؟ واخدين الوسائل المواصلات، قلت لك باس. طيب افتكر كده اداتها يا شباب، بالظبط كده اداتها دير. طالما هي دير تحول الى دم، يبقى مت دم بوس، مت دم بوس، مت دم بوس. طيب بالنسبه يا شباب لاوتو، اوتو يعني عربيه، اداتها داز، كمان تاخد ايه؟ كمان تاخد دم. تمام، طيب اللي بعد كده مت دير اوبان، مت دير اوبان. طيب ليه اخدت هنا دير؟ لان اصلها دي تحول الى دير. طيب مت دن فاغادن، طبعا فاغادن هنا جمع، فعشان كده اخدت هنا دن. طيب اللي عايز اوصله كمان يا شباب ان انا بسال عنها دايما بفي، بسال عنها دايما بفي. يعني ايه؟ هو مت دي معناها ايه؟ مت دي معناها بواسطه الايه؟ بواسطه الاتوبيس، بواسطه العربيه، بواسطه المترو. تمام يا شباب، وبسال عنها في، يعني السؤال بتاعها في فارن زي نخ كايرو مثلا، ازاي انت او بواسطه ايه انت رحت القاهره؟ تقول لي مثلا مت دم بوس بواسطه الاتوبيس، مت دم اوتو بواسطه الايه؟ بواسطه السياره، وهكذا. تمام، دي كده الجزئيه الاولى. طيب
الحتة اللي بعد كده عايز اعرفها لك ان عندنا ان شاء الله كل حروف الجر بتاخد مين؟ بتاخد حالة الداتيف، بتاخد حالة الداتيف، اوعى تنساها. يبقى مت دايما بتاخد حالة الداتيف، دي اول حاجة معانا. طيب عندك هنا مت بيجي وراها العلم على طول، يعني انا عارف دلوقتي ان مت بيجي لا اما ديم لا اما دير لا اما دن اللي هي بتاعت الداتيف. قال لك ممكن يجي وراها العلم على طول. يعني ايه العلم؟ يعني اسم العلم، زي مثلا انتون، بيترا، طبعا الاسماء الاجنبية دي كلها، زي مثلا مت بيترا، مت انتون، مت احمد، مت علي، يعني مت وعلى طول ايه؟ وعلى طول علي دوت، مش عشان علي مفرد فاخد ايه؟ فاخد دم، لا غلط، بتيجي مت علي على طول، تمام؟ طيب بالنسبة بقى لاخر جزئية معانا عشان نبدأ نحل على مت، قال لك ان مت ممكن يجي وراها دم فاتر لان فاتر دوت مذكر، ما فيش اي مشكلة. لو موتر تاخد دير، طيب لو جمع لا الترن تاخد دن، تمام يا شباب؟ اظن الموضوع بسيط وسهل جدا. طب لو جبت لك اسم ابوك هنا، لا طبعا هتشيل الاداه، تمام كده انت فهمت. طيب اخر جزئيه صغنونه ونبدا نحل. عندي دلوقتي ثلاث حاجات، فارن فليجن نيمن، فارن فليجن نيمن. قال لك ان فارن دي معناها بيستخدم مع وسائل المواصلات البريه والبحريه، وركز قوي في الحته دي. فارن لما معناها انك بتسافر وبتستخدم مع وسائل المواصلات البريه والبحريه. البريه زي ايه مثلا؟ زي مثلا ايش فاري ميت ديمبوس، طبعا احنا اخدنا دي من شويه، يبقى ايش فاري ميت ديمبوس. طيب ليه اخدت مع بوس فاري؟ لان طبعا ديت من الادوات البريه، تمام. طيب وهنا برضو ايش فاري ميت ديم شيف، لانها من الادوات البحريه. طيب ايش فاري ميت دير مترو، تمام، ومترو طبعا ايه؟ تمام، مؤنثه، عشان كده اخدت معاها دير، تمام. طيب نيجي بعد كده شباب للفليجن. فليجن اي حاجه بتسافر بيها، اي حاجه بتسافر بيها لفوق بتحلق بيها، في غيرها اللي هي الطياره، ما عندكش الا الطياره، ما تقوليش بقى صاروخ والحاجات التانية، احنا عندنا طياره بس، تمام. وطبعا انا اديتك ثلاث انواع للطيارات، اخدنا ثلاث انواع للطيارات. يبقى ايش فليجي ميد ديم فلوجتسوك، دي الطياره الاولى بتاعتنا العاديه، او ميد دير لوفت هانس اللي هي طبعا الطياره طياره خاصه يعني ايجيبت اير، تمام، دي النوع الثالث من الطيارات، تمام. يبقى تاني كده فليجن لو انا بسافر بطياره، انما فارن لو انا بسافر بحاجه ايه؟ بر او بحر، بر او بحر. طيب بالنسبه لنيمن، نيمن معناها ياخذ مواصله. يعني ايه باخذ مواصله؟ انا مثلا نازل من البيت عايز اخد مواصله لحد الدرس، عايز اخد مواصله لحد الجامعه، تمام، دي بقى اسمها نيمن، تمام. طيب ولكن 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 في فرق ما بينهم، ايه بقى؟ فليجن اخدنا معاها مت وبعد كده اخدنا تطير، فارن اخدنا معاها مت واخدنا تطير. قال لك نيمن بتاخذ حاله الاك، يعني نعرف من كده ان نيمن دي حاله شاذه بتاخذ حاله الاك. طب نفتكر حاله الاك مع بعض، حاله الاك مع دير تحول الى دن والباقي بيفضلوا زي ما هم. ايش نيمي دن توك، او ايش نيمي داز متو غاد، ليه سبتها زي ما هي؟ لانها ما بتحولش الا المذكر بس، وعشان كده من شويه اكدنا على مين؟ اكدنا على وسائل المواصلات كلها بالادوات بتاعتها، تمام، او دي اوبان، تمام، ما بتحولش الا الدير. يبقى تاني كده يا شباب، نيمن تحول مين؟ تحول الى حاله الاك، تحول الى حاله الاك، انما فليجن وفارن دول بياخدوا مت وحاله الداتيف. طيب هنحل اول مربع والباقي هحاول ان انا اسيبه للحلقه الجايه ان شاء الله. طيب عشان معانا النهارده كذا جزئيه وكذا تفصيلات يعني كتير، بيقول لك بيتر كومت هيوتي ميت نقط اتسوك. طيب انا عندي هنا مين الفعل بتاعي؟ عندي كومت، ما فيهوش مشكله. طيب لو جاني شباب عندي نيمن، تمام، كنت باخد حاله العك. طيب انا عندي هنا مت، تمام. طيب مت انا عارف ان هي بيجي وراها حاله داتيف. طيب هبص اول حاجه على تسوك، انت اداتك ايه؟ نفتح نخبط عليها الباب، اداتك ايه؟ قالت لي انا اداتي مفرد، تمام كده، تمام خلاص، اللي هي دير يعني، يبقى على طول تاخد دم. طيب لو كانت محايد برضو تاخد دم. يا ريت نحل الباقي حتى لو هتقلب الصفحه وتشوف الادوات، بس حاول انك تجرب. طيب ايش فار هيوتي، يعني انا بسافر اليوم ميت نقط اشتغاسن با اشتغاسن بان. طيب اشتغاسن بان كانت ادتها ايه؟ طبعا احنا عارفين ان اي حاجه يا شباب، بص علمها كده، اي حاجه فيها بان يبقى على طول ادتها دي، تمام تمام. يبقى هنا دي فعلا اداتها ايه؟ اداتها دي، ولكن هبص على مت، انت بتعملي ايه؟ بتعمل حاله الداتيف، يبقى على طول تاخد دير. تاني تاني اهي، هير سامي فارت ايمر مت، مت يبقى انت بتاخدي حاله الداتيف. نخبط على فاغك، انت اداتك ايه؟ اداتي داز، خلاص يبقى على طول تاخد دم. موضوع بسيط خالص. طيب يبقى علي نمت، جالي نيمن اهو، تمام، ونيمن عمره ما يجي مع مت، خلينا متفقين، تمام، الا في حاله واحده بس، في حالة واحدة بس اللي تيجي مت نيمن، بتيجي بمعنى ان هو بياخذ حاجة، وهتقابلنا كمان شوية وهفسرها لكم، تمام؟ تمام.
طيب يبقى هنا فعلا الإجابة بتاعتي هتبقى إيه؟ هتبقى حالة الاك اللي هي دن، تمام؟ إشمعنى بقى؟ لأن بص أداة المفرد. طيب بيقول لك فيرب فليجن مت، مت دي بتاخد مين؟ حالة الضمير. طيب فلوجتوك دي أداتها إيه؟ أداتها طبعا دي، لأن دي مين؟ دي الطيارة، أي حاجة فيها طيارة. لا معلش، أداتها داز يا شباب، أداتها داز، تمام؟ هي دي الحالة الوحيدة اللي كنت باخد معاها داز، لكن بقية الطيارات كنت باخد معاهم دي، تمام؟ يبقى هنا داز يبقى فعلا هتحول الى دم. طيب فير فارن مت، تمام، مت دي اللي هي بتاخد مين؟ بتاخد الداتيف. طيب اوبان، ايوه اي حاجه فيها اوبان يبقى على طول تاخد مين؟ بالظبط كده، اداتها دي، يبقى دي هنا هتحول الى دير. طيب بيقول لك هاني فليكت مت، تمام، هو فليكت يبقى هنا حاجه طار لفوق، حاجه ايه؟ حاجه طار لفوق، تمام. ليه بقى؟ لان ساعات يعني في المربع اللي بعد كده هتلاقي مثلا جايب لك بص، تمام، مع فليكت، وتلاقيه جايب لك طياره، فانت تحتار ما بينهم. فطبعا هنا فليجن هتاخد مين؟ هتاخد الطياره. يبقى فليكت مات طبعا هنا دي بتاخد حاله داتيف. لافت هاندز طبعا دي عباره عن الطياره، ولكن دي من الثلاث او من الثلاثه التانيين اللي بياخدوا حال، اللي بياخدوا مين؟ اللي بياخدوا دي. طيب دي تحول الى دير. مفيش بس الحته اللي احنا اتلخبطنا فيها من شويه اللي هي فلوج اتسوك، تمام، اللي هي بتاخد مين؟ بتاخد طبعا داز. طيب فير زولين ياتسيت، يعني احنا بينبغي الان نقط تاكسي نيمن، تمام، ان احنا ناخد تاكسي، تمام. دي جنب يجي، جنب يجي معايا بيجي معاه حاله اك، حلو الكلام. طيب تاكسي اداتها ايه؟ اداتها داز، يبقى تنزل زي ما هي بالظبط عين، تمام. طيب لو جان هنا مثلا عندي يا شباب جايب لك بص، يبقى على طول هياخد اينن. طيب ليه ما اخدتش هنا حاله الدتيف؟ لان طبعا ما عنديش هنا مت. طيب بيقول لك هنا نيمس دو نقط اوتو ياتسيت، يبقى على طول هنا هاخد مين؟ هاخد اينن. ليه بقى؟ لا طبعا اينن غلط، هاخد داين. طيب يا شباب نيجي بعد كده لرقم 9، بيقول لك نيمس دو يعني بتاخذ انت اوتو ياتسيت. طيب هنخبط دلوقتي على نيمن، انت بتاخدي حاله الاك. طيب نخبط على اوتو، انت اداتك داز، تمام. يبقى تعالى بقى نختار دلوقتي، هي حاله اك وداز يبقى هي مش هتتغير، تمام. يبقى دي كده غلط، ودي كده غلط، ودي كده غلط، يبقى هي فعلا الاجابه بتاعتي داين. طيب داين دي بتفكرك بايه؟ بالظبط كده، خد انت، خد انت، بالظبط، خلاص وصلت. يبقى مت، مت خلاص، طالما مت حضرت داتيف، مت حضرت داتيف نيمن، يبقى على طول اكوزاتيف، اكوزاتيف، موضوع بسيط جدا والله. طيب فاغت، انت اداتك داز، حلو الكلام. طيب تاخد معايا ايه؟ بالظبط كده، تديني اينم، تديني اينم. بص يا شباب انا عايزك بس تحل ده، يعني خد اتنين وتلاتة وخد الصفحة اللي جنبيها واجب، تمام. اي حاجة وقفت عليك حاول انك تنزلها لي في الكومنتات على الجزئية اللي انا قلت عليها واجب. الجزئية دي ان شاء الله حاول اعملها لكم في الحلقة بتاعت الواجب. طيب نركز بقى مع بعض في الجزء التاني. الجزء التاني وعندي حرف جر تاني اسمه باي. باي معناها عند، باي معناها عند، تمام. انا عند خالتي، يبقى ايه؟ تمام، مش هنقولها دلوقتي عشان ايه؟ عشان تستوعب كمان شويه، تمام. يبقى بتسال عنها بايه؟ انت عند خالتك، يبقى بسال عنها انت فين؟ يبقى فو، فو اين؟ احنا من شويه كنا بنسال عن، اللهم صل على النبي، عن مد بايه؟ كنا بنسال عنها في، لكن هنا نسال عنها فو، ودي مهمه قوي 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 قوي، تمام. طيب فو است بيترا، ده مثلا بسالك هو بيترا فين؟ تمام. طيب قال لك ان بي بتيجي سادة لو عندك اسم علم اللي لسه قايلينها من شوية، زي مثلا بي محمد او بي بترا او بي فرو انت. بص هنا رغم ان هي فرو او هير مفيش اي مشكلة، ده بيعتبر علم، يعني فرو السيد او السيدة دي برضو تعتبر علم، ما عنديش اي مشكلة. طيب عندك اسماء الشركات، اسماء الشركات برضو تيجي معاها سادة، تمام، اللي هي فودافون او مرسيدس، تمام. يبقى بتيجي معاها سادة مع العلم واسماء الشركات، حلوة قوي. طيب انا دلوقتي انا عارف ان كل حروف الجر بيجي معاها حاله الداتيف، حلو يا معلم. تعالى بقى نربطها بمين؟ نربطها بدم وذير وذن. اول حاجه قال لك ان مع الدم لما يجي احطها مع الباي، احطها مع الدم، قال لك بتحول الى حاجه اسمها برايم، حاجه اسمها برايم، تمام. ده الاختصار بتاع دول مع بعض، حلو الكلام، حلو الكلام. طيب دلوقتي انا عندي باي تحول الى بايم، عندك باي تحول الى دير، عندك بي تحول الى دن، حلو الكلام، حلو. طيب دي امتى؟ دي في حاله الجمع. دي امتى؟ مؤنث محايد مذكر، حلو الكلام. مش هتلاقي هنا اي اختلاف، يعني مثلا هنا هي اقول لك باي، معلش دي باي دير ارت ستن، باي دير ارت ستن يعني ايه؟ يعني عند الطبيب. اما اجي اسالك هو انت فين؟ فو است بترا،
تمام. هتقولي انا عند الطبيب، او باي دام في غايندنن، هنا طبعا اخدت دان عشان هنا جامعة، تمام. طيب او بايم ارتست، تمام، دي في ايه، دي طبعا اللي هي اختصار باي دام، تمام، وهنا طبعا ارتست عشان ده مذكر. طيب لو كانت ارتستن خلاص يا معلم سهله خالص، باي تير. طيب هي باي دير ملهاش اختصار، باي دير ملهاش اختصار، بالظبط كده ملهاش اختصار. طيب وهنا برضو هتبقى بايم اونكل، لان اونكل هنا ليه اداه، طالما هو ليه اداه يبقى على طول ياخد ايه، ياخد ديم او دير او الناس دي. طيب ملوش اداه، تمام، زي مثلا جبت اسم خالي على طول مثلا احمد، يبقى في الحاله دي بحطلهوش ايه، ما بحطلهوش اداه، تمام. يعني ايه اللي بيحصل معايا، يعني بتاخد باي بعد كده احمد على طول، لكن لو هو انكل يبقى لازم ياخد دم. وبنسال عنها بفو، بنسال عنها بفو. طيب اشتغلوا عليك، حل المربع اللي قدامك دوت. يلا يلا كده نشتغل مع بعض. اول حاجه استهبه، قال لك ايه، قال لك باي جيهان، خلاص خلاص هي عندي جيهان، حلو الكلام، حلو، يبقى على طول هستخدم ايه، هستخدم فو، تمام. بسأل عن باي بفو، بسأل عن باي بفو، تمام كده شباب. طيب فارس دو نوت ارتست يا، تمام، حلو قوي. يبقى انا بقول له هو انت كنت عند الطبيب؟ قال لي نعم، تمام. دلوقتي ارتست يا شباب، ارتست، ارتست لما استخدم معاها عند، تمام، هعمل ايه، هاخد باي دم عشان ارتست هنا مذكر، حلو، اللي اختصرها باي. بيقول لك ماين فاتر اربايتت فودافون، او اي شركه، اي شركه بتيجي ساده، اي علم، اي علم بتيجي ساده. ايش فار باي فريزر، فريزر اللي هو الحلاق، تمام، فريزر، وممكن تيجي بالاوملاوت، تمام. هنا ده اداه ايه، اداه دير، يبقى على طول تاخد مين، باي دم، واختصارها اللي هي مين، اللي هي باين، تمام. بيقول لك هدى استياتت فراو بيكر، تمام، فراو بيكر، قلنا ايه، قلنا لو عندك فراو او هيرة او اي حد بعمله كانه علم، طيب علم يبقى بياخد ساده، تمام. طيب بيقول لك فو بيست دو ياتت، يعني اين انت بتكون الان، طيب فو جنب بيجي معاها عنده، يبقى ايش بين، انا في ايه، انا في الهاوس، انا في المنزل، يبقى ينفع اقول انا عند المنزل، اكيد لا، يبقى اتسو هاوس، تمام، اتسو هاوس يعني في المنزل. اهي يا شباب اير است تسو هاوس معناها في البيت، اير است تسو هاوس معناها في البيت. طيب نكمل، ايش هابي اينم تيرمن باي باي اتسان ارتستن، اتسان ارتستن هنا طبعا دي طبيبه الاسنان، هنا مؤنثه، مؤنثه يبقى تاخد على طول باي ايه، باي دير. بيقول لك ان فين فار، ايش يعني كنت انا اونكل، يبقى عند ايه، عند الاونكل، طيب اونكل ده مذكر، يبقى ياخد ايه، ياخد باين على طول او بايدن. بيقول لك نادين فون تياتت نوات فغايندن، او فغايندن دي مؤنثه، صح، مؤنثه، يبقى على طول هتاخد ايه، هتاخد بالظبط كده دير، يبقى باي تير، تمام. هنا ما عنديش باي دير، هي فعلا الاجابه هتبقى باي اير، تمام. ليه، لو نلاحظ ان عندك هنا نادين بتسكن الان عند ايه، عند صاحبتها، فطبعا هنا مؤنثه فهتاخد اير، تمام، وهحط لها كمان ايه علشان ايه، علشان هنا دي مؤنثه، تمام، حلو الكلام، وهحط لها هنا اير. طيب ليه الاير اللي في الاخر دي، طبعا عشان الحاله بتاعتي اللي هي تكمل حاله الضطيف. طيب بيقول لك هير شميد فار جيستر، يعني كان بالامس اتسان ارتست، طيب ده مذكر، يبقى على طول ياخد مين، ياخد دم او باي دم. طيب بيقول لك هنا ايش بليبي ياتست فغايندن، فغايندن دي ايه، دي جامع، فغايندن جامع، خلاص يبقى على طول اخد مين، اخد على طول حاجه اخرها ان، ان اللي هي دن، تمام. ولكن هنا بقول لك ايش بليبي ياتست، انا كنت عند اصحابي، اصحابي يبقى على طول ماين، ولكن احط لها ايه، احط لها ايه، او احط لها ايه عشان هي جمع، وبعد كده احط لها ان علشان تكمل حاله مين، تكمل حاله، هو حد يقول لي الاكوزاتيف، امال تكمل حاله مين، تكمل حاله الداتيف. سالي فونت باي، يعني هي كانت بتسكن عند إلترن، إلترن دول طبعا جمع، يبقى ياخد معاها بالظبط كده، ياخد دن. بيقول لك مورجن هابي ايش اينن تيرمن بيم، طبعا هنا ديت عايزه مذكر، ما فيش غيرها اللي هي فريزر. مش هطول عليك، اخر جزئيه معانا وهنحل عليها برضو، وان شاء الله الجزء الثاني في الحلقه الجايه. بيقول لك دلوقتي انا عندي ان بيجي وراها اي دوله، زي الانجليزي بالظبط، تمام، ولكن ان يجي وراها اي دوله، طبعا ان برضو تبع الضطيف، تبع عيله الضطيف، تمام، انا قايل لك ان كل حروف الجر ضطيف، تمام، ولكن ان يجي وراها اي دوله ساده برضو، تمام، تمام، يبقى ان بيجي وراها اي دوله ساده، ان كايرو، ان جيزه، وهكذا، تمام يا شباب، تمام. طيب امتى يجي وراها اداه؟ لو الكلمه بتاعتك دي ليها اداه، هي كايرو لها اداه؟ لا، ولكن برضو جابوا لها اختصار يا معلم، الالمان بيحبوا الاختصارات قوي. قال لك ان دم لما جيبها طبعا مع المحايد والمذكر اختصارها ام،
تمام، افرق ازاي ما بينها وما بين ام التانية اللي هي بتاعت الشهور والحاجات دي؟ قال لك ما بيجوش الاتنين مع بعض، او ما بيجوهمش مع بعض يعني. تمام، تعرف ان الاتنين بتفهم من المينينج بتاع الجملة. تمام، ناخد مثال عليها. ان ديم كي ان ديم كينو اللي هي السينما، اختصارها اللي هي ام كينو، اختصارها ام كينو، ان ديم اختصارها ام. تمام، طيب بالنسبة للبوست طبعا دوت مؤنث، فاخد معاه ان ذير بوست. موضوع بسيط مفيش ابسط منه كده. خلصت ان، خلصت ان ومعناها فيه. لو جت بمعنى فيه قلنا بتيجي مع المدن او المحافظات زي ما انت شفت، او بتيجي في حالتها التانية. تمام يا شباب. طيب بعد كده يا شباب، الحتة اللي بعد كده عندك في الكتاب طريقتها كويسة جدا، انا حاول ان انا اخدها من هنا وناخدها من الكتاب برضو. طيب بصي لي كده يا شباب، اول حاجة عندي احنا اخدناها بتفصيلاتها بتكتها بدقتها. تمام، طيب عندك ان، ان معناها ملامس من الجانب، ان معناها ملامس من الجانب، ان معناها ملامس من الجانب. طيب ملامس من فوق معناها اوف، ملامس من فوق معناها اوف. ركز معايا وملكش دعوة بالحاجات الموجودة دي عشان الاختصارات بس. طيب ان معناها ملامس من الجنب، طيب اوف ملامس من فوق. طيب حلو قوي. طيب لو حاجة بجنب حاجة هقول لك اسمها نيبن، نيبن، نيبن. طيب يا شباب، عندك اتنين برضو عكس بعض، عندك اوبر، عندك اوبر معايا في الورقة دلوقتي، عندك اوبر وانتر. اوبر معناها الفوق، اوبر معناها الفوق، وانتر معناها تحت. اوبر فوق، انتر تحت، لكن اوف معناها فوق ولكن ملامس. تمام، طيب عندك امام وخلف، فور وهينتر، فور وهينتر، فور وهينتر. اخر حاجة معايا زفايشن، معناها بين شيئين، زفايشن بين شيئين. عشان يسهل حفظهم يعني، اول حاجة معايا ان معناها ملامس من الجانب، لكن اوف معناها ملامس من فوق، وجايبهم لك اهو جنب بعض. بعد كده تعالى في القسم الثاني، عندي فور وهينتر معناها امام خلف، فور هينتر امام خلف. حلو الكلام. طيب بعد كده قلت في عندي حاجة اسمها فوق وعندي حاجة اسمها تحت، اللي هي اوبر انتر، اوبر انتر. تمام، دي معناها فوق ودي معناها تحت. طيب اتسفايشن معناها بين حاجتين، بين حاجتين يعني. تمام، طيب ولازم يذكر الحاجتين دول، زي مثلا ما اقول لك اتسفايشن ديم باوخ اند دير فازي، يعني بين الفازة وما بين الكتاب. تمام، تمام. طيب بجانب اللي هي اسمها نيبن. تمام، معلش هي دي ان، معلش يعني طلعت لفوق شويه. طيب الاختصارات بتاعتنا بقى نجمعها كده، ان دن قلنا اختصارها ام، وعندك ان، ان اللي هي معناها مين، اللي هي معناها ملامس من الجانب. قال لك لما تيجي مع دم اختصارها ام. قال له هو انت برضو جاي لي مع ام التانية وام يا عم يا معلم، هو انت في ايه؟ لا يا معلم، هي بتبان قوي من المعنى بتاع الكلام، ما تقلقش يعني. تمام، طيب باي دم طبعا احنا خدناها اللي اختصارها باي. معلش بقى احنا دخلنا في الشتاء والشتاء عامل مفعول يعني، تقلقوش كده. احب اقول لك ان احنا خلصنا، خلينا بقى نبدا نحل، يلا بينا. حتى لو جيت تبص في الكتاب قال لك ان بيجي وراها استراليش اوربن فين، كل ايه، كل المدن على طول. تمام، وقال لك ان ام دي اختصار ان زائد ديم، وبيجي وراها بقى المكان على حسب الاداه بتاعته، لو هو مذكر مثلا زي كلوب كينو وهكذا بيجي وراها ديم. طيب لو هي مؤنثه مثلا زي شتات ميتي بتاخد دير، زي بوست بتاخد دير. تمام كده، طيب مفيش طبعا جمع هنا. طيب لو انا مثلا عندي الحته الثانيه اللي هي بتاعت مين، بتاعت ان، قلنا لك ان ان بيجي معاها ديم اختصارها ام، صح كده؟ صح، على حسب بقى الحاجه بتاعتي. لو هي مثلا مير اللي هي البحر، دي ادتها مذكر تاخد ام. طيب لو هي حاجه مؤنثه، حاجه مؤنثه يبقى تاخد دير زي امبل مثلا. تمام، طيب عندك اخر حاجه يا شباب اللي هي بتاعت اوف، معناها ملامس من فوق، اوف ديم شتول يعني ملامس الكرسي من فوق، او اوف دير اشتغلت. تمام، اللي هي فوق الطريق، والحته دي مهمه قوي 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 قوي. معناها ايه اوف دير اشتغلت؟ حطي لي عليها خط، معناها ان هو في المكان دوت. تمام، الحته دي هنفهمها اكتر واحنا بنحل حاليا يعني. شايف انت الالعاب اللي تحت دي، حاول كده تجرب فيها يعني. ندخل بقى على الجد عشان ما فيش عندي وقت. الحاجات دي يا شباب حاول انك تحفظها. طبعا ام اللي اختصار ان زائد دم، وهنا عندك ان دير، وعندك هنا اوف. ديت كده حاجات مهمه قوي 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 لازم تتحفظ. تمام، معلش الموبايل بس قرب يفصل يعني، فانا كده مش هعرف ان انا اكمل فوق دوت، خلينا بس كده على السريع. يلا حاول انك تحله برضو. ماين شولي است اينم كينو. طبعا هنا شباب لو نلاحظ ان انا ايه، ان انا جبت هنا اينم يعني جبت حاله الداتيف، وبعد كده جبت لك السينما عشان هنا ايه، عشان هنا دي طبعا مذكر. حلو الكلام. طيب انا عايز اقول ان المدرسه مالها بالسينما. تمام، تعال نبص. نيبن يعني بجوار، ولا انتر اللي هي معناها تحت، ولا ان في، ولا اتسفايشن اللي هي معناها ما بين حاجتين. اكيد بالظبط كده هي نيبن. طيب بيقول لك داس كرانكن هاوس يعني المستشفى، است جير بوست اللي هو عباره عن البوسطه يعني. تمام، مالها بالبوسطه بقى يا معلم؟ ان يعني في، ولا فور،
ولا باي اللي هي معناها عنده، ولا اتسفايشن اللي هي معناها ما بين حاجتين؟ اكيد لا، فعلا الاجابه معايا هتبقى فور اللي هي معناها ايه، معناها امام. تمام، ان انا بقول لك ان المشفى امام البوسطه. تمام، بيقول لك داس بيت ايست نقط ديم اشغان، يعني بالنسبه للدولاب السرير ده ماله؟ اكيد جنبه، صح كده، يبقى اللي هي نيبن. طيب بيقول لك داس فغات يعني الدراجه اشتيت ديم اوتو، تمام، الدراجه بتبدو والسياره يبقى مالها بقى؟ بتبدو ان هي جنب السياره، يبقى نيبن، تمام، او بتكون جنب السياره. تمام، بيقول لك هنا دي كاتسه زيتست، معناها ان هي بتجلس يعني نقط ديم شرايب التاشي اللي هي الطاوله بتاعت الكتابه، يعني طاوله يعني عاديه. يبقى هي بتجلس فين؟ طبعا تحت الطاوله. طبعا لو انت حليت التمرينات اللي في الصفحه اللي قبليها هتفهم الحته دي. تمام، يبقى طبعا تحت اللي هي اونتر. تمام، طيب بيقول لك هنا سارة ليكت نقط بيت، تمام، يبقى هي بتقع او قاعده، يعني ينفع اقول هي قاعده دي اختصار مين؟ اختصار اندم، يعني قاعده في السرير، ولا قاعده بجوار السرير او ملامسه للسرير يعني، ولا اوبر اللي هي من فوق، ولا سيفايشن اللي هي معناها ما بين حاجتين؟ لا بالظبط هي الاجابه دي. طيب بيقول لك داست غيتر اللي هو عباره عن المسرح، يعني ليكت بيقع ديم كرانكن هاوس، يبقى اكيد بيقع جنبه او قدامه او الحاجات دي يعني. تمام، فور اللي هي معناها قدامه بالظبط كده، ولا في، ولا هنا اوبر يعني معناها فوقه، ولا انتر تحته، اكيد هو بيقع قدامه. دايما المحلين اللي بيقعوا جنب بعض، لا اما قدام بعض لا اما بجوار بعض، اللي هو لازقين في بعض يعني. تمام، لو الحلقه قطعت يعني يعرف ان الموبايل في السفر. طيب بيقول لك هنا دي بانك ليكت، يعني البنك بيقع دير بيلينر اشتغلسي، برلينر اشتغلس اللي هو الشارع البرليني، يبقى هو بيقع فين؟ بيقع في الشارع البرليني، يبقى اندير طبعا. طب هنا دير ارتست شتيت دير تور، تور معناها الباب يا شباب، يبقى هو هنا ايه الاجابه بتاعتي؟ هتبقى شتيت ان اللي هو معناها بيكون جنب ايه؟ جنب الباب. لكن ما ينفعش اقول هنا بيلامس الباب من فوق، هو بيلامس الباب من الجنب. تمام، لكن ما ينفعش اقول جوه الباب ولا تحت الباب، هي دي اقرب اجابه يعني. بيقول لك دي لامبه ايست نقط دير فازي، اللمبه ايه علاقتها بالفازي؟ لا اما جنبها، تمام، لا اما جنبها، اكيد ما فيش غيرها يعني، اللي هي نيبن. تمام، ما ينفعش اقول هي فوقيها ولا فيها ولا اونتر اللي هي تحتيها. فير زين دي اتسد دير اوما، يبقى فير زين دي احنا كنا الان عند اما، اكيد انا قلتها يعني، اللي هي ايه؟ اللي هي باي دير، طبعا دير عشان هنا ايه؟ عشان هنا مؤنث. بيقول لك داز اوتو اشتيت ديم بارك بلات، يبقى العربية بتبدو في البارك بلاتس. دي بقى اللي لسه قلت عليها من شوية، اللي هي شتيت اوف. شتيت اوف مش معناها هنا يا شباب ان هي ملاصقة من فوق للبارك بلاتس، امال معناها ايه؟ معناها ان هي ركنة هناك. تمام، بتيجي بمعنى ان هي ركنة هناك يعني في البارك بلاتس دي. تمام، دي الشغانك اللي هو الدولاب اشتيت تسفاي بيتن، يبقى انا عايز اقول ان الدولاب ده ما بين السرين، طبعا الحركة المعتادة عندنا في المصريين. داس فلوج تسوكي فليكت، يعني الطيارة بتطير دير شتات، يعني فوق المدينة، اكيد انا قلتها يعني باينة اوي اللي هي اوبر. تمام، ما ينفعش تبقى اوف يا شباب، لان هي مش هتبقى ملامسة للمدينة، مش هتبقى ملامسة، هي بتطير من فوقيها. لسه 2% نكمل. بيقول لك انا شباب ماين فونونج ليكت، يعني الشقه بتاعتي بتقع كايرو، يبقى على طول ان. تمام، ان واي ايه؟ واي مكان على طول. بعد كده بيقول لي هنا ماكس فيش زيلت داس جيلت دير بانك، طبعا هنا معناه ان هو بيحول فلوس، بيحول فلوس ايه؟ طبعا في البنك. تمام، طيب بيقول لك هنا جيبت اس اير بعد كده دير ناخ اينينج كيوسك، طبعا هنا الاجابه الصحيحه ان دير ناخ. الحته دي هنسيبها للحلقه الجايه عشان ما اشرحها ان شاء الله الحلقه الجايه، الحته دي مهمه قوي. بيقول لك نيفن اربايتت نقط جيزه، يبقى على طول ان جيزه، اي مكان بتاخد ان. ماكس فار ليتس دوخه بارلين، يبقى على طول برضو ان. بيقول لك دي كيندر شبيلن كيندر جارتن، اكيد مش هقول هنا ان على طول، ليه؟ لان هي مش مكان، قصدي مش دوله يعني او كده، امال هقول هنا ايه؟ طبعا لازم اخد اداه. طيب كيندر جارتن تاخد اداتها ايه بالظبط كده؟ هتاخد دم، فهنا هقول ان دم اللي هي اختصارها ام. بس كده حلقتنا خلصت النهارده، يا رب فعلا الحلقه تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وراح اشحن الموبايل بقى، مع السلامه.